ول ويلي 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 شباب حبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين يا زطير شباب باخي 19 سنه 18 سنه حبايبنا، وراح نتجدد وراح نشوف مع بعض شو راح تنزل بهذا السكين الجديد شباب، السكين السلاح الجديد. سو ليز اند جنتل، قبل ما يبلش بكل شيء شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات حبايبنا، مع 5 ثواني معلم انزل حط لنا لايك الله يسعدكم واعملوا شير ولو حبايبنا. باقي ثانيه شباب تمانو كلش متحمس حبايبنا، خلينا نعمل هيك نشوف تحت السلاح خلال اوكي نعمل على لك ويل نشوف السلاح العايز ويل وش شو السلاح شو هذا شو الاسباس شباب، اول اسباس بشوفه بحياتي فيه 2 ضرر واحد مخزن ذخيره طاقه ناقص. طولوا بالك معلم طول بالك معلم، معنا هون او كمان هون فيه بس ولكن هذا شباب ده شيء تمام معلم حبيبي والله. فرجوا شباب فرجوا، هذا في اول اسباس فيه يعني يعني اكثر من خاصيه يعني فهمت طيب بالعاده الاسباس. خليني افرجيكم حبايبنا، والله ما توقعت انه ينزل السلاح اسباس شباب، معناتها معلم بس شفتوا شباب فيه 2 متضرر حبايبي اتمانو. طولوا بالكم يا اساطير، وين 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 الشوت جانات هذا وش؟ طبعا مثل ما انتم شايفين حبايبنا الشوت جانات هذول هن دائما اول مره بينزل هيك سكين للاسباس، معناتها شباب اذا هيك بينزل هيك سكين للاسباس يا لطيف معلم حبيبي والله. اوكي ليتز اند جنتلمان حبايبنا كثير متحمس اوكي مثل ما قلت لكم حان وقت شباب نحاول نجيبه شباب ونجرب لكم اياه وتعطونا رايكم بالتعليقات يا اساطير اتمانو. يلا ابلع اول لفه ناري 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 ما شاء الله اشتغلت الفيديوهات المسائيه يعني حبيبي والله. اوكي لوز حسنا الاوك، والله شايف الاوك شباب مو هذا الشيء الواو، فيه ضرر واختراق دروع مو بصراحه ليش راح افرجيكم اللي عندي يعني، بس ولكن اللي ما عندكم السكين من نوع عجبتوا السكين لوز يلا شباب اتمانو. هذا شو يا ولد يا ولد، طبعا شباب شفتوا هنا طلع لي 7 ايام يعني نقدر نجربه اوكي، بس ولكن رح نجيب الدايم يعني فهمتوا علي حبيبي والله اتمانو. يلا يا معلم يلا هو 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 لا 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 وطلع تو شباب هاي لازم يطلع لنا، هلا لازم يطلع لنا شباب 90 10 بعدين يقدر خلاص لازم يطلع لنا معلم حبيبي والله اتمانو 1 2 3 ايه خلاص هالمرة لازم يطلع شباب يلا يلا يا جميل يلا ولو يلا ولو يلا ولو يلا ولو لا يا زلمة لا والله شباب لا هيك بلش الوضع يكون مش لوز معلم الله يرضى عليك معلم طولي بالك يلا هي 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 يلا روح يلا روح 3 4 5 6 7 هو 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 يا السلام عليكم يا ستير ولك عاش. اوكي شباب خلينا نشوف نرجع لنشوف اوكي حقيقي بكون جبنا السباس الجديد يا ستير اتمانو معلم. هاتوا نجي لهون نرجع المتجر نرجع لاسلحة الرشاش مو هالاسلحة الشوت جن. طبعا شباب حبيت راح اتاكد بشيء سريع شباب اشوف اذا هن ترى نزلوا اشياء ثانية مثلا بداخل هذا المعلم حبيبي والله. بالنسبة للاسلحة ما نزلوا اسلحة انا والله حطوا اسلحة جديدة اللي هي الاس كاس وشو كمان هذا الكار نفسه صناعة التحميل. اوه حلو هذا الكار شباب هذا الكار حلو عن جد حلو هذا الكار هذا اول مره بشوفه ما اعرف اذا كان نازل شباب اكتبوا بالتعليقات ما اتذكر بس ولكن هذا حلو هذا الكار شباب راح يكون كثير مفيد لانه انا راح احكي لكم شو اقول لي شباب في عندهم يعني سلاحين معلم راح يبهرونا معلم تعال هون انا بندقية الرمي معلم هي معادي رشاش الشوت جن طبعا شباب هذا اول مثل ما قلت لكم شايفين خاصيات ثلاث خاصيات هذا المره معلم اول يعني اسباس معلم فيه 2 وواحد مخزن يعني دقة عادية الاسباس دائما بتلعب فيه يعني القرب يعني ساعه الشوت جن شباب كلهم تقريبا على القرب يعني دقة مش تتم بس ولكن ضرر فيه شباب ونار اوكي شو كمان بالنسبة للقناص شباب هذا الكار هذا فيه ضرر بس هذا الشباب اللي حصلنا عليه فيه سيارات اعاده تحميل يعني 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 شيلوز يعني جيبوا شباب دبل كار مع 2 قطع معلم تعاد بسرعه 2 يعني يعني عن جد شيلوز راح نجربه كمان يا شباب ونشوف وضعه اوكي هلا ندخل على التدريب شباب ونشوف وضع هذا الحبيب والله اوكي سو ليتز اند جنتلمان شباب لا تنسوا تجوا تزورونا شباب على الفيسبوك شباب نوزع لكم كودات جواهر وكل الاشياء صديق لا تنسونا شباب نريد عليكم اشتراك شباب دعمكم الله يسعدكم شباب على الانستغرام تاجاتكم اوكي يا اساطير ودائما بنعمل بسوق مباشر بشكل يومي على الفيسبوك شباب تعالوا اهلا وسهلا يا اساطير راح تسعدوا من جراند ماستر ساعتها موجوده شباب راح سيزون كله جراند معلم حبيبي والله اوكي الان شباب الان راح ناخذ الاسباس هذا اول شيء طبعا طبعا حبايبنا بالنسبه للاسباس
هون العادي فيه 5 طلقات تمام، وفيه درن وسرعة بس المدى ما كان فيه تمام. الشيء الحلو فيه عشان البسباس الجديد هذا فيه يعني مخزن، يعني حط له مخزن معلم، مخزن 3 مثلا، كم عندنا هون معلم؟ 7 باللوز عندنا 7، بس هذا الضرر فيه شباب شيء اسطوري. شو نقدر نحط له؟ والبونيا كمان هذا معلم، نقدر نحط له كمان بوش. والله معلم تعال معلم نحط له بوش تريه معلم حبيب. والله هيك شباب هيك وضعنا باللوس. اوكي خلينا ندخل نجرب شباب، شوف وضعه معلم كيف دمجه شباب. 2 ضرب بالدمج يعني لازم يدمج نار، شي نار. اوكي يا ساتير هات لنشوف، بس هو كشكل يعني معلم كمان بس هيك نجرب. بلشنا 14 معلم، ما عاد اشوف شيء. ابلع والله يعني اتس اوكي. 10 معلم، بربر يكون بعد معلم، بربر شوي، حاول بربر معلم. والله بربرت باللوز يا زلمه، يخرب بيت سمته يا زلمه. هات اشوف المعلم هاش، بس بالنسبه للضرر والله الضرر معلم يعني ضرره 2 ثواني معلم. تعال شوف كم راح يطول معنا معلم، هذا شوف كم راح يطول هذا، قرب عليه شوي. قولي والله شي مرتب شباب، كاسبس شي مرتب كاسبس. 19-20 والله شي مرتب يعني، عن جد ضرره اسطوري شباب، والله ما توقعت يكون لهالدرجة. تعال نشوف معلم، نجيب السلتجة معلم، نجيب هون شباب. يا خنابل يا الله. المدى معلم، طب المدى شباب انتبهتوا شايفين المدى هذا بلوش تير لوز. دخلت بين معلم بين متاهات اقسم بالله. طول بالك معلم، هذا الشيء حاب نبربر، حاب نبربر شباب. ثلاث تحميل كمان اسطوريه، خلينا نحاول نبربر شباب. طول شوي، واحد اثنين ضربتين معلم مات، ضربتين مات. اوكي عنده درع 2 ضربتين مات، ايزي. هات نشوف معلم، احكي على البربر شباب، شوف البربر وضع البربره. طيب بس حاول بربر يعني، شوف الدمج كم دمج. والله جاب هيك 42 من بعض يا زلمه. يا بعد شباب. 2 لا ما يجي من بعد شباب. ما يمشي حاله من قرب. من بعد عفوا. ما يمشي حاله من بعد. من قرب. حبيبي والله. صار شاب يعني سلاح حلو. اوكي. شوفوا يعني. يعني بحاول ابربر. يا زلمه هذول معلم حميالين يا الله. خلونا عارف نجرب يا الله. ابلع. 60 بهيد شوت معلم. تعال طبعا مثل ما انتم شايفين شباب لازم. والله جبتوا هيك شات، والله جبتوا هيك شات. هل نبربر هذا؟ لا 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 هذا هو معلم، انا بدي البربره شباب. الوسواس هذا سلاح يعني سريع. خذ 60 يا زلمه، يا زلمه على هذا الوضع يا معلم. اوكي شباب بالنسبه للسلاح شباب بصراحه يعني بالنسبة لي افضل سلاح يعني سباس. اوكي 7 بالطلق شباب يعني عن جد شيء اسطوري. خليني حابب اجرب الكار، الكار شباب الكار هو اللي كمان جذبني. نجيب الكار بالقطعة معلم. اوكي خليني نجيب الكار بالقطعة معلم، وينه؟ هذا هو. اوكي مع القطعة تمام، خلينا نضرب. والله ما يطول ها، خلينا نشوف كم يدمج شباب. مش فاهم الدمج. طيب مش ماشي واحد عليه. 36 والله الدمج يعني مش هالشيء الوايد. 140 يعني بيعمل ريشارج بشكل سريع يعني ليش مش. طيب معي يطول يعني كم؟ واحد يعني والله بشكل سريع يعني بشكل سريع حبيبي يعني شيل لوس. اوكي شباب بس للدمج يعني مو هذا الشيء الواو شباب. بس ولكن اتس اوكي اتس اوكي. اوكي ليتس اجل تمام، خلينا نرجع نفرجيكم شباب الاسلحه تمام حبايبنا. اوكي لهون تعال الاسلحه. بالنسبه لهذا الاسباس اللي نزل جديد يا اساطير فيه مخزن ذخيره كثير وضرر يعني لاحظتوا شباب بالضرب يعني مش بشي بالضرب يعني بضرب حلو بس ولكن يعني شيء مرتب. في هذا الشباب اللي كلياتنا بنعرفه هذا فيه معدل اطلاق النار، بنعرف هذا حلو بس ولكن هذا الشباب يعني نفس الشيء هذا بس الدقه ناقص، بس ولكن هذا دمار شباب يعني
يعني اغلب الاوقات شباب السلاح على السباس مفيد كتير. لما اول نزله مثلا تاخذ سباس يعني فيه طلاق زياده يعني بفيد كتير اول فايت يعني فهمت علي. بس ولكن يعني مع الوقت بالرانكد رح نشوف شباب لما نكون على البث مباشر رح نجربه بالرانكد ان شاء الله. اوكي يا اساطير سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بكون تمام مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع. لا تنسونا من اللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا. الله يسعدكم ونتمنى لكم سهره سعيده ونشوفكم مقطع جديد. سلام عليكم.